وخبر في منتهى الأهمية، الاجتماعات اللي حصلت في جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية السيد سامح شكري، وطبعا كل الاجتماعات دي كانت متعلقة بعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية. ده ملف واجتماع مهم، وملف تاني كمان كان على طاولة النقاش متعلق بالأزمة السودانية. لكن لما نتكلم الأول عن جامعة الدول العربية واللقاء الخماسي اللي كان سبق وحصل قبل كده لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق في العاصمة الأردنية عمان، وكان حاضر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. طبعا الموضوع مهم جدا لأنه سنوات طويلة غابت سوريا عن مقعدها في جامعة الدول العربية. صح كان في أزمة وفي وضع عسكري صعب على الأرض وفي تدخلات لأطراف إقليمية وما إلى آخره، وده اللي خلى جامعة الدول العربية إنها تقول ترجع سوريا للحضن العربي، إن إحنا ما يكونش في مساحة لهذه التدخلات. الحل السياسي اللي كانت بتنادي بيه دايما الدولة المصرية وما زالت لأي أزمة في المنطقة العربية، وده حتى النهاردة كان مضمون كلمة وزير الخارجية سيد سامح شكري، الحل السياسي لا غنى عنه ولا بديل عنه. وطبعا مسألة عودة سوريا لجامعة الدول العربية هتكون مقدمة لتفعيل هذا الحل السياسي، وإن الكرة في ملعب سوريا زي ما اتقال النهاردة بشكل أو بآخر. فالمهم أنه تم الاتفاق على استئناف الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة ليها. كمان كان في كلمة مهمة، وطبعا من خلال حتى المؤتمر الصحفي اللي حصل النهاردة للأمين العام لجامعة الدول العربية اللي نادى وطبعا طلب أنه هيتم متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار وإحاطة المجلس بالتطورات، وجدد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. خلونا نتابع جزء من كلمة وزير الخارجية السيد سامح شكري في المؤتمر الصحفي ونرجع لي. توافقت الدول المشاركة في الاجتماع لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود العربية الجماعية للإسهام في حلها. تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم 7 مايو 2023. أكرر مجددا على ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل اتجاه الآخر. ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤوليتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإن على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نسعى جميعاً.